قبل ما ابدا باخبارنا دعني حضراتكم كل سنة وانتم طيبين. 4 نوفمبر عيد الحب عندنا احنا عند المصريين، ذكرى جميلة بنستمتع بيها. ممكن تكون هذه الذكرى مع تغير الأجيال ومع تغير الأزمنة ومع وجود السوشيال ميديا بقى في كوميكس كتير عليها، بقى في يعني إفهات. المجتمع المصري بيحب دايما يتناول الأمور بطريقة خاصة بيه جدا، وهو بيتميز بده طبعا، وبيسخر أحيانا كثيرة من ملفات ممكن تكون كبيرة جدا على المستوى الدولي بكلمة بسيطة بتفجر وراها معاني كبيرة. النهاردة عيد الحب كان في السوشيال ميديا منتشر جدا، ولكن بنفس الطريقة اللي بيحتفل بها المجتمع المصري في مناسبات كتيرة، من باب انه ممكن يكون في تريقة على انه محدش بيحتفل بعيد الحب، هو فين الحب ده، هو فين المشاعر دي. للأسف الشديد اللي بيعلوا القيم دي واللي بيدفعوا بيها للأمام مش كتير، مع انه ممكن يبقوا مؤمنين بأهميتها في حياتنا. احنا النهاردة بنحتفل بمشاعر حب تجاه الناس، تجاه الجيران، تجاه الصحاب، القرايب، الأم، الأهل، المدرس اللي ممكن يكون بيدي الطالب من مجهوده من عمره إلى آخره. في النهاية البيت والعيلة لازم يكون ما بينهم مودة وما بينهم رحمة، زي ما الأديان بتتحدث وبتقول، بتتفق كلها بأنه المحبة هي الرسالة اللي على الأرض، لازم الجميع دايما يتحدث بها وفيها، علشان الرسالة دي مع مرور الأجيال تستمر وتعيش وتبقى. النهاردة احنا بنحتفل بعيد الحب اللي كان الكاتب الصحفي القدير الراحل مصطفى أمين بيقترحه، وده كان بسبب مشهد شافه. المشهد ده كانت جنازة في السيدة زينب. الجنازة دي كان فيها 3 بس اللي ماشيين، فسأل ليه المشهد ده صعب جدا انه نعش يكون وراه 3 بس. فلما بدأ يستفسر عن الموضوع كصحفي طبعا بيبحث في كواليس اي شيء امامه، وده مش اي صحفي يعني، ما بالكم للاستاذ مصطفى امين، وصل الى ان حكاية من كان في هذا النعش انه راجل كبير، والمتوفى كان يعني ملوش علاقة بحد، وكان في مشاكل تقريبا مع المحيطين به، ودي كانت النتيجة في يوم الرحيل. فقرر انه من خلال عمود فكرة في جريدة الاخبار انه يقول ان 4 نوفمبر اللي هو شاف فيه المشهد الصعب ده لجنازة هذا الرجل يكون يوم لعيد الحب. عيد الحب عندنا احنا في بلدنا، نحتفل كمجتمع مصري بكل الاطياف والطوائف اللي موجودة فيه بعيد الحب، باي طريقة، باي رسالة حلوة، باي كلمة ممكن ان احنا نقولها لبعض في هذا اليوم. نفكر بعض بانه المشاعر دي لازم تستمر، حتى لو كنا مختلفين، حتى لو كنا مش متفقين. النهارده الفنانه ليلى علوي كاتبه بوست حلو قوي بمناسبه عيد الحب بحييها، وقايله انه احنا النهارده بنحتفل باتفاقنا واختلافنا والمتغيرات اللي بتطرأ على حياتنا، اللي في النهايه بتدي هذا الطعم واللون لبقائنا مع بعضنا البعض، متمسكين ببعض. وهنا أتحدث عن كل المحيطين بينا، وطبعا بيتقدمهم أفراد الأسرة والعيلة. دي هي الرسالة الحقيقية في عيد الحب النهاردة. بنستخدم الصور، الرسائل، بنحتفل بيه مع بعض كل شخص بطريقته. طبعا في العيد العالمي اللي فيه ناس ما بتعترفش إلا بيه لأنهم بيحبوا يحتفلوا مع العالم، والعالم كله طبعا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، اليونان، كلهم بيتقدموا يمكن باقي الدول العالم في الاحتفالات بعيد الحب العالمي. عيد الحب فكرة كويسة جدا إن احنا نفكر بعض دايما بأنه الاتفاق ممكن يكون نفاق، الاتفاق طول الوقت، وبالتالي مش عشان اختلفنا نبعد عن بعض او ما نفتكرش بعض في ايام زي دي. ومناسبات تانية كتيرة وعديدة وحلوة بتبقى فرصة الحياة تديها لنا علشان نعيد على بعض، علشان نكسر اي حدة خلاف كانت موجودة او اي مشكلة كانت موجودة. صحيح
ساعات بتبقى الحكايه صعبه شويه والطرف الثاني بيبقى رافض او عند موقفه، نحاول مره واثنين، دي حاجه عظيمه لاستمراريه هذه الحياه بكل مشاكلها وظروفها. كل سنه وحضراتكم طيبين، وطبعا احنا بنحتفل كمان الايام دي بالمولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين، هي كمان فرصه حلوه جدا نقرب فيها جميعا من بعض ونعيد على بعض، وطبعا هي اساسا ذكرى فيها الكثير من الدروس الحلوه والجميله اللي احنا في امس الحاجه ليها، واحنا دايما بنتكلم عن حوادث وعن سلوكيات دخيله على مجتمعنا، احنا بنفتكر في هذه ايضا الذكرى ازاي ممكن القيم الحلوه ترجع تاني لمجتمعنا.